السلام عليكم مشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتكم طعم مختلف. اليوم غنحضروا واحد العصير كيجي طبيعي ومنعش. يلا على بركه الله. بسم الله. عندنا خمسه المندرينات، عندنا واحد الكاكي وحده، عندنا جوج بنانات، عندنا 10 التمرات المرقدين ليله كامله، عندنا نص كاس الماء. المرحله الاولى، بسم الله، غنقوا المندرين ديالنا ونقوا الكافي ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما نقينا المندرين والكاكي، المرحله الاولى غادي نعصروا المندرين والكاكي ونرجع معكم ان شاء الله. بسم الله. شوف المندرين جميل. كاكي نص كاس الماء، دابا غنطحنو العصير. من بعد ما طحنا العصير غنجيبو الصفاية كما طحنا الكاكي بجلوف والليمون، دابا غنصفيوهم. دابا صفيناه، غنجيبو التمر نطحنوه. دابا حنا طحنا التمر، غنزيدو عليه البنان. طحنا التمر والبنان، دابا غنزيدو عليه الكافي والمندرين. ها العصير ديالنا وجد، بقى معنا تنوري لكم الشكل النهائي ان شاء الله. وها العصير ديالنا وجد، بسم الله ما شاء الله تبارك الله الرحمن، عصير منعش. بالصحة والراحة، إلى اللقاء، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.